أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف والأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب اللندنية، الميليشيات الشيعية توجه رسالة دموية لنساء الانتفاضة العراقية. في المدى، القبض على قاتل الصيدلانية شيلان وعائلتها في أربيل. في الزمان، ارتفاع جديد بإصابات كورونا وشفاء 3895 حالة وبقاء الوفيات على معدلاتها. في العربي الجديد، الاحتلال يقصف مواقع في غزة والمقاومة ترد بالصواريخ. في اندبندنت عربية، البنك الدولي يحذر رأس المال البشري مهدد بفعل وباء كوفيد-19. في الشرق الأوسط، أمريكا تعد بتوزيع سريع للقاح كوفيد-19. وفي اليوم الثامن، توقعات بتراجع إنتاج الخام الصخري الأمريكي إلى 7.64 مليون برميل. من العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال، وفيه تقول الكاتبة أفرح شوقي: واقع الحال يقول إن العديد من الصحفيين في العراق يتلقون تهديدات بالقتل وتلويحا بإدراج أسمائهم على قوائم الاغتيال، وخاصة أولئك العاملين في وسائل إعلام معارضة لتوجهات الفصائل الموالية لإيران. يقابلها صمت مريب من قبل نقابة الصحفيين، وهي تتعمد عدم الوضوح في إدانة الجهات الفاعلة أو وضع حد لعمليات الاغتيال. المرصد العراقي للحريات الصحفية، وهو أحد منظمات المجتمع المدني ومقره العراق، اكتفى بنشر بيان يدعو فيه القنوات الفضائية المحلية لاستيعاب أعداد العاملين المهددين ممن قدموا استقالاتهم خشية التصفية وتوفير فرص عمل ملائمة لهم، بدلا من إدانة تلك الحملات والمطالبة بحماية حقيقية للصحفيين. إذا أردت أن تصبح صحفياً حراً ومهنياً في العراق، فعليك أن تتخذ ثلاثة مواقف مهمة، وهي أن توفر لنفسك مأواً بديلاً وجواز سفر نافذاً، وأن لا تتزوج وتعيش بعيداً عن أهلك كي لا يطالهم الأذى في حال تعرضك للهجوم المباغت من قبل الجماعات المسلحة والعقائدية. وعليك أن لا تضع في بالك أن الاستعانة بالشرطة أو أحد أجهزة الأمن سيوفر لك الحماية التي ترجوها. كثيرة هي طرق القتل والترهيب اليوم في ظل تنامي سطوة السلاح المنفلت بيد الجماعات المسلحة وتحديها للقوانين في البلاد، فهم يعلنوها جهاراً نهاراً أنهم قوة فوق القانون، وبيدهم المال والسلاح والقوة معاً. لديهم مقرات معروفة ويتوسطون البيوت السكنية، وعلاقتهم بالقضاء عال العال. هم يعرفون تماماً أنه عاجز عن محاسبتهم، وعادة ما يقف متفرجاً وفاقداً لأي دور يمكن التعويل عليه. واعتاد الناس على تقييد أفظع الجرائم ضد مجهول، وإن رصدتهم عدسات الكاميرات. بيانات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإعلام والإنسان والصحافة، سواء المحلية منها أو الدولية، لم تعد سبيلاً لتوفير الحماية والأمان للصحفي أو للضغط على الجهات الأمنية لأجل اتخاذ أدوارها المطلوبة للحماية. فقد اعتادت الحكومات المتعاقبة على سد آذانها عن أي تقارير أو إحصائيات تكشف الحال المزري لوضع الحريات الصحفية في البلد وتنامي أعداد الانتهاكات والاعتداءات. وتضيف الكاتبة: آخر ما نقوله إن حاجة الصحفي تتزايد إلى تشريعات تحميه وسلطة دولة حقيقية قادرة على بسط نفوذها وأداء دورها الأمني كما هو مطلوب، وإلا فإننا سنضطر إلى استيراد صحفيين بنغال لتحقيق مطلبين: أولاً التبرؤ من دمهم فيما لو تعرضوا للخطف أو القتل وكونهم الأرخص تكلفة كما تقول الكاتبة، وبما يتناسب مع وضع الميزانية المثقوبة في البلاد. الآن إلى مقال آخر، وجاء بعنوان: في العراق ثمة موتى بلا قبور. عبد اللطيف السعدون يقول:
لقد قدرت إحصائية أجراها أحد مراكز الدراسات عدد المخطوفين والمغيبين بعشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال أيضا، وهو عدد مهول كاف وحده لإعطاء صورة واقعية عن فداحة وعظم الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات والتي شكلت ما يرقى إلى أن يصنف جرائم إبادة بشرية، وهو التصنيف الذي دعا إلى اعتماده مركز جنيف للعدالة الدولية الذي عاد تصعيد الميليشيات عمليات الخطف والتغييب الممنهجة ظاهرة شريرة غرضها إسكات المعارضين ومنع الناشطين من ممارسة حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. هل تظن أنهم سيقتلوننا؟ نعم، لكنهم يريدون أولاً إثارة رعبنا وسحق إرادتنا، وبعدها سيقتلوننا ثم يلقون جثثنا في المزابل، وقد يذوبون أجسادنا كي لا يبقوا لنا على أثر. ربما يكون ولدي قد عذب أو أصيب بطلق ناري في أثناء تهديدهم له بالقتل، ولسوف يرمى على قريعة طريق جسداً واهناً كي تأكل هوام الأرض منه. أريد فقط أن أعرف ما إذا كان ولدي ما يزال حياً أو قتل. لقد قتلوا كثيرين من دون أن يعرفوا أسماءهم، وغيبوا كثيرين من دون ذاكرة تحفظهم. هذه الصرخات مستلة من سيناريو فيلم المفقود الذي أنتجته ماكينة هوليود السينمائية في ثمانينيات القرن الماضي، ويحكي قصة اختفاء الصحفي الأمريكي تشارلز هورمان في غمرة تصاعد أعمال العنف التي سادت تشيلي عقب إطاحة الرئيس اليساري سلفادور أليندي قبل 5 عقود. تتكرر مثل هذه الصرخات على مدار الساعة في مغارات الاختطاف والتعذيب التي أقامتها الميليشيات في أنحاء مختلفة من العراق بعيداً عن سلطة الدولة، وفي بعض الحالات تحت أنظارها ومن دون اعتراض منها. وقد أصبحت هذه الصرخات جزءاً من حوارات يائسة تدور بين آلاف الأسر العراقية التي فقدت أبنائها على حين غرة منذ سنوات مضت ولا تعرف عنهم شيئاً، وهي لم تعد تمتلك ترف الوقت كي تنتظر حكماً ينصفها. إنها تبحث عن إجابة عاجلة لتعرف إن كان أبناؤها ماتوا أم لا. ويضيف السعدون المختصر المفيد أن التصدي لهذه الظاهرة والكشف عن مصائر آلاف من المختطفين والمغيبين قد لا يكتملان من دون نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها وتجفيف منابع أموالها، بعدما باتت تشكل جيشاً موازياً يمتلك القدرة على الفعل والتأثير المضاد ويدرك الكاظمي قبل غيره، وهو القادم من جهاز المخابرات أن إطاحتها مطلوبة قبل أن تلتقط أنفاسها وتطيح به. يقول المحلل العسكري حاتم كريم الفلاحي: لا تزال الميليشيات المسلحة تتحكم بالملف الأمني والسياسي حسب مصالحها وأجنداتها الخارجية، وهناك انفلات أمني وغياب للقانون وفشل في إلقاء القبض على هذه المجامع المسلحة التي تنفذ الاغتيالات، وهناك سلاح منفلت فوق سلطة الدولة، وهذه الميليشيات والجهات المسلحة لا تنتظر منك السماح لها لتنفيذ مخططاتها، وأنت تعرف قبل غيرك بأن الميليشيات المسلحة هي من تقوم بهذه الاغتيالات وسلاحها أقوى من سلاح دولتك. لذا فقد سقطت تلك الشعارات التي رفعتها حول سيادة الدولة وحصر السلاح وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين إلى القضاء. لم يتوقف مسلسل الاغتيالات في الساحة العراقية منذ العام 2003 وإلى يومنا هذا، فقد تعرض العراقيون طوال السنوات الماضية إلى سلسلة طويلة من الجرائم شملت الاغتيالات والتصفيات الجسدية الطائفية والسياسية التي طالت جميع شرائح المجتمع العراقي من ضباط وطيارين وكفاءات علمية وأساتذة جامعات وكوادر طبية وأكاديمية مختلفة وشيوخ عشائر وعلماء وفنانين وصحفيين، ما دفع الكثير من الكفاءات العراقية إلى الهجرة خارج العراق بحثاً عن مكان آمن لهم ولعوائلهم. وأغلب هذه التصفيات والاغتيالات جاءت بدوافع طائفية وسياسية تقف وراءها جهات داخلية وخارجية، ودائماً ما تقيد هذه الجرائم ضد مجهول، وجميع اللجان التي تم تشكيلها لكشف الحقائق فشلت في الوصول إلى الجنات الحقيقيين.
ولم يقدم أحد من المتورطين للمحاكم المختصة، بل إن كثيرا من المتهمين بعمليات القتل والخطف والفساد جرى إطلاق سراحهم في وضح النخاع بتواطؤ واضح بين السلطة القضائية والتنفيذية. وكان آخرها إطلاق سراح المتهمين بجريمة جامع سارية في محافظة ديالى، وكذلك المتهمين بغرق عبارة الموصل، وإطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي المسؤول عن سقوط مدينة الموصل. لقد تجدد مسلسل الاغتيال والاختطاف بعد انطلاق الحراك الشعبي في مدن ومحافظات الجنوب. يضيف الفلاحي، أصبحت قضايا الاغتيال والقتل ظاهرة مميزة للمشهد العراقي، وسيتم غلق التحقيق كما فعلت في قضايا الاغتيالات السابقة، منها قضية الهاشمي ومحاربة الفساد، كما سقط الشعار بأن حكومتك هي حكومة أفعال وليس أقوال. فلم نسمع منك إلا أقوالا فقط، وهذه الدماء التي سفكت تتحملها حكومتك بمسؤولية كاملة أمام الله ثم أمام الشعب. وما زيارتك التي تقوم بها إلى عوائل الشهداء إلا لامتصاص نقمة الشارع المنتفض؟ وأتحدى، أتحدى دولتك أن تدخل إلى منطقة جرف الصخر، فسيادة الدولة تبدأ من هناك يا رئيس الوزراء. يقول الكاتب وانغ هوياو، بغية تهدئة شكوك صقور الأمن القومي لدى بكين وواشنطن، سوف يحتاج العالم بأسره إلى صياغة المعايير الواضحة للحكم على المجال الذي يشكل الممارسة المثلى والآمنة لإدارة تدفق البيانات، كما ينبغي تشجيع مختلف البلدان على الاستعانة بالمعايير والقواعد العالمية كمعايير للمقاربات والمناهج المحلية على غرار معايير أمن المعلومات من نوع ISO 27000. نتابع. قد يكون من السهل رفض حملة رئيس دونالد ترامب الراهنة ضد تطبيقات المراسلات النصية والمرئية الصينية من شاكلة تطبيق تيك توك وتطبيق ويتشات، على اعتبارها جزءا من استراتيجية الحملة الانتخابية الرئاسية في شن الهجمات على الصين من كافة الزوايا. وبرغم ذلك، فإن هذه الخطوات بالإضافة إلى ردود فعل الصين المضادة تساهم بصورة كبيرة في تعميق المشكلة الكامنة في قلب الاقتصاد العالمي، وهي المشكلة التي يتعذر على الجميع حلها ما لم يحاول أكبر نظامين اقتصاديين على مستوى العالم العمل سويا على حلها. وكما كان النفط يشكل فاتحة الإمكانات الجديدة للتجارة والاقتصاد في القرن الماضي، صارت البيانات تعد بمثابة شريان الحياة للنمو الاقتصادي والتجاري في القرن الحادي والعشرين الحالي. وباتت التجارة في مجال الخدمات الرقمية بما في ذلك مختلف التطبيقات كتطبيق تيك توك تحظى بمزيد من التطور والازدهار، وأصبح تدفق البيانات يدعم وبصورة متزايدة النشاط التجاري في السلع المادية أيضاً، كما يدعم سلاسل الأنشطة المولدة للقيمة عالمياً والمتسمة بالتعقيد، فضلاً عن التقنيات الناشئة الحديثة من شاكلة قواعد البيانات المتسلسلة والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء. وارتفع عرض النطاق الترددي عبر الحدود بمقدار 148 ضعفاً ما بين عامي 2005 و2017، وذلك وفقاً لخبراء مؤسسة ماكنزي. يضيف وانغ هوياو، كانت التجارة العالمية الحرة القائمة على القواعد المشتركة من المحركات الحاسمة في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وصرنا في الآونة الأخيرة في مواجهة أسوأ حالة من حالات الركود العالمية منذ ذلك الحين، ولقد حان الوقت لنقل قواعد التجارة متعددة الأطراف إلى القرن الحادي والعشرين، مع موقف صارم في وجه كافة ممارسات وموجات الحمائية الرقمية، حتى يتسنى لتدفقات البيانات أن تتحول إلى مصدر رئيس للنمو الاقتصادي والفرص التجارية، وليست محلاً للخلاف والنزاع المستمر كما هي الأوضاع الراهنة. جيش الدولة وجيوش الدويلات، مقال كتبه عبد الأمير المجر، يقول فيه: كان لدينا نواة لجيش عراقي تأسست قبل تأسيس الدولة بأكثر من 7 أشهر، لكنه ظل يحتاج الكثير ليكون جيشا بالمعنى الحقيقي.
وأول ما يحتاجه هو أن يستقطب أكبر عدد من الشباب من مختلف ألوية البلاد، وكان الهدف مزدوجاً، أي خلق ثقافة وطنية من خلال هذا المصهر الكبير الذي يلتقي فيه أبناء العشائر المختلفة على هدف واحد، هو الدفاع عن الوطن، ولسحب أكبر عدد منهم لتشكيل قوة تقف بوجه من يتمرد على الدولة وقوانينها. المزيد في سياق هذه المادة. لا أحد يعرف بالضبط متى تأسس أول جيش في العالم وفي أي بقعة من الأرض، لكن البشرية غالباً ما تعرفت إلى بعضها من خلال الجيوش، أي عندما تغزو جماعة ما جماعة أخرى، وظلت هذه الثقافة البدائية سائدة إلى اليوم، اختلف شكلها وبقي جوهرها. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تأسس أول جيش من تلقاء نفسه؟ أم أن هناك من عمل عليه وأعده في مكان ما من الأرض ليدحر به منافسيه القريبين قبل أن يصبح من خلاله الحاكم بأمره، ومن ثم يدحر الجماعات الأخرى الأبعد لتتأسس على خلفية ذلك الدول والممالك والإمبراطوريات؟ بلا أدنى شك أن قانون القوة ذاك هو من أفرز تلك الدول والذي تجلى من خلال تلك الجيوش، وهو الذي فرض ما سمي لاحقاً بقوة القانون، أي أن القانون الذي أنضجه فيما بعد عقل الدولة لا ينفذ ولا يحترم من دون وجود قوة تقهر المتمردين عليه. ومن هنا جاءت عبارة إنفاذ القانون. عندما تأسست الدولة العراقية في العام 1921 لم يكن العراقيون يعرفون ثقافة الجيش، فلم يتقبل بعضهم الخدمة الإجبارية الذي وضعه مؤسسو الدولة الحديثة ليجعلوا لها عموداً فقرياً يوقفها على قدميها لتفرض القانون ولتدحر قانون القوة الذي كان سائداً لا سيما بين العشائر المتنازعة باستمرار، نتيجة لغياب القانون وغياب القوة التي تجعله نافذاً معاً. وكانت هذه واحدة من أكبر المعضلات التي واجهت المؤسسين. يضيف عبد الأمير المجر، كانت هذه الثقافة الجديدة بمثابة البداية لبناء الدولة، كانت تتعثر بكثير من المطبات التي اعترضت مسيرها. يؤسفنا أن نقول إن العراق اليوم يعاني من ثقافة قانون القوة التي تتبناها بعض الجهات على حساب قوة القانون، بعد أن فقدت الدولة قوة عمودها الفقري المتمثل بالجيش، وإن عودتها كدولة لا تتحقق إلا بعودة الجيش قوياً، لأن التجارب القاسية علمتنا وعلمت الكثير من الدول أن فلسفة الجيوش لا تختزل بالدفاع عن حدود الوطن، بل بالدفاع عن حدود القانون الذي بات يصنع الدول ويحميها من بعض أبنائها. إيران قد تتضرر من إعدام أفكاري، مقال كتبه بورزو درغاهي يقول فيه: تشعر طهران بالذعر من احتمال اندلاع تظاهرات سلمية في أعقاب تعامل الحكومة الكارثي مع تفشي كوفيد-19، وهو أسوأ الحالات الوبائية في الشرق الأوسط، ويتزامن مع أزمة اقتصادية انهارت خلالها قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، ويريد إسلام النظام الإيراني إرهاب المتظاهرين المحتملين كي يلزموا منازلهم، والقسوة التي عمل بها أفكاري وعائلته هي المقصد، فهم إن كانوا يستطيعون أن يشنقوا رجلاً ذائع الصيت مثل أفكاري من دون أدنى مبالاة بأي شيء، تخيلوا ما الذي يمكنهم فعله بطالب عادي أو عامل يجد نفسه وسط الاحتجاجات. أعدم نفيذ أفكاري شنقاً على الرغم من المناشدات الدولية التي وجهت إلى إيران من أجل وقف عملية الإعدام. وفي الأيام التي سبقت تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق بطل المصارعة اليونانية الرومانية السابق نفيذ أفكاري بتهمة قتل مشبوهة مرتبطة بمصرع موظف حكومي في أثناء احتجاجات عام 2018، ساور عائلته والعديد من مناصريه داخل البلاد كما خارجها بعض الأمل في أن ترحمه السلطات. فالشاب البالغ من العمر 27 عاماً قد لفت انتباه المجتمع الدولي، وأطلق دونالد ترامب واتحاد رياضي دولي كبير مناشدات بوقف تنفيذ الحكم بحقه. ومع ذلك صباح السبت اقتيد أفكاري من زنزانته في جناح مشدد الحراسة داخل سجن في مدينة شيراز
جنوبي إيران، وأعدم وأصيبت عائلته بالانهيار. وقد اعتقل شقيقاه كذلك بتهمة قتل حسن تركمان الذي يقال تارة إنه ضابط مخابرات وتارة أخرى مسؤول في شركة المياه خلال تظاهرة في آب عام 2018، وأرغما على الشهادة ضد أخيهما. وفي انتهاك واضح للقانون الإيراني لم تخطر عائلة أفكاري ولا محاموه بأنه على وشك أن يعدم، ولم يتسنى لهم توديعه، ولا يسع المرء سوى تخيل الحرقة التي شعر بها الشاب حين اقتاده السجانون إلى الساحة، حيث التف حبل المشنقة حول عنقه، وتشعر طهران بالذعر من احتمال اندلاع تظاهرات سلمية في أعقاب تعامل الحكومة الكارثي مع تفشي كوفيد-19 وانهيار الريال الإيراني. الكاتب الإيراني برزو درقاهي يضيف إن السلطات عازمة على سحق أي معارضة سلمية أو تظاهرة، ويتصدر أحكام الإعدام بأعداد متزايدة من أجل تنفيذ هذا القمع، وقد تنجح خطة النظام. فمن الذي يريد المخاطرة بحياته من أجل مجرد المشاركة في تظاهرة؟ لكن فيما يستفحل البؤس في حياة الإيرانيين قد تتغير حساباتهم، ربما يقرر الشعب أنه لم يعد يملك ما يخسره عبر النزول إلى الشارع ضد نظام مستبد فاشل. يختلف مطعم البرجر في عاصمة كوريا الجنوبية قليلاً عن مطاعم الوجبات السريعة التقليدي، فموظفوه الرئيسيون هم الروبوتات. ومن الطلب إلى الاستلام لا يحتاج الزبائن إلى التفاعل مع أي عامل وجهاً إلى وجه، كل ما يحتاجون إليه هو النقر على ما يريدونه من اختيارات في القائمة الموجودة على الشاشة، ودفع الثمن والانتظار حتى يقوم روبوت بإحضار صينية الطعام الخاصة بهم، ويلتقط الزبائن أثناء انتظار طعامهم صوراً، أو يحدقون بفضول في الروبوتات التي تذكرهم بشخصيات التوابع الشهيرة من فيلم رسوم متحركة، ويمنح اللونان الأصفر والأسود مطعم نو براند برجر أيضاً يمنحانه مظهراً يجعله يبدو كأنه متجر ألعاب. وأكد مدير المطعم باي أويون يانغ أنه يمكن للزبون تناول الطعام دون أي اتصال مباشر مع الموظفين، وليس نو براند برجر المطعم المحلي الوحيد الذي يستخدم الروبوتات في خدمة الزبائن، فللحد من الاختلاط بين البشر ولضمان التباعد الاجتماعي صار الروبوت يتولى تقديم الطعام للزبائن في بعض مطاعم مدينة سول. وعقدت شركة كيتي لتكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية شراكة مع سلسلة المطاعم العائلية ماد فور غارليك لمدها بالروبوتات. وذكر ليانغ أحد المدراء في السلسلة أن الزبائن قالوا إن خدمة الروبوت كانت مثيرة وإنهم كانوا في مأمن من كورونا. إلى الكاريكاتير. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، دمتم بكل خير وإلى اللقاء.